كيفاش غادي تجي اليوم تقول لك اختار بين اربعه الاطباء؟ انا هاجي نعمل حصه، انا من شكون هذا الطبيب هذا اللي غادي يشبرني؟ منين كنعرفو؟ من كيعرف الحاله ديالي؟ واش كيعرفني انا غير بلي دوني عنده في البيسي وصافي؟ ما يمكنش انا نتبع عند واحد الطبيب ما تيقاش فيه، ما كنعرفوش. وانا مريضه بالسرطان، ماشي مريضه بالرواحه ولا الكراجم. هذا ماشي اي مرض، هذا مرض سرطان. اول حاجه خصها ترعى فيه هي النفسيه ديال المريض، لان النفسيه هي كل شيء في هذا العلاج. وحنايا الطب ديالنا هذه اربع سنين خمس سنين سنين اللي حنايا بدينا معهم واحد المشوار، وعندنا معهم ثقه، عندنا معهم بزاف ديال الاسس اللي حنايا تبازينا عليهم باش بدينا مع ديك الاطباء وباش كملنا معاهم هذه الخطوه. هذه دمرتنا في الحقيقه. حنا الصحه ديالنا ماشي لعبه في يدهم، حنا ماشي نسون با دي شيفر. هي وحنايا كمرضى راه هنايا حتى شي واحد ما كيعمل فينا بليزير، راه كنجيو مخلصين. السلام عليكم. قبل اي حاجه، حنايا مؤخرا لا كلينيك لمده وحنايا متبعين فيها كنجبروا بزاف الاطر، تبدلوا علينا الناس اللي مسانسين معاهم، الناس اللي اخر ما كاين. يعني الطبيب ديالنا جيت هاد الصباح هذا كنسقسي على الطبيب ديالي، قال لك ما كاين شي. كيفاش ما كاين شي؟ بين عشيه وضحاها انا اون كور دان تريتمون، يعني الطبيب ديالي والبارحة شفته. جيت باش نكونسلتي قبل ما نبدا التريتمون ديالي باش نكونسلتي معاه كما العاده، ما كاينش. كيفاش ما كاينش؟ ما بقاش معانا. ملي طلبت منهم يعني نقدر كيفاش مسؤول، دوزوا لي اون لين تيليفونيك، مسؤول ماشي حاضر، ما كاينش شي واحد اون بيرسون اللي نقدر نهضر معاه. هضرت بار تليفون مع واحد السيد اللي قال لي بالنسبه لينا حنايا مجهزه لا كلينيك باي حاجه انتينا مخصاتك واي تريتمون هذا. قلت له لا، كيف يعقل اننا حنايا هذا المرض هذا ماشي اي مرض، تجي بين عشيه وضحاها تفرض عليا؟ لانه هو كان هذا السياسه هذه ديال انهم كيفرضوا علينا ان الدوسي ديالك غادي تقابلوا واحد الطبيبه او لواحد الطبيب اللي حنايا ما كنعرفوهمش حتى من الوجه ديالهم، ما كنعرفوهمش. وهذا ماشي اي مرض، يعني هذا مرض سرطان اللي كخصي ترعى. اول حاجه خصها ترعى فيه هي النفسيه ديال المريض، لان النفسيه راه هي كل شيء في هذا العلاج. وحنايا الطب ديالنا هذه اربع سنين خمس سنين سنين اللي حنايا بدينا معهم واحد المشوار، وعندنا معهم ثقه، عندنا معهم بزاف ديال الاسس اللي حنايا تبازينا عليهم باش بدينا مع ديك الاطباء وباش كملنا معاهم. عندنا معهم تجربه، عندنا معهم معامله انسانيه، ماشي معامله ديال ارقام وديال هز هذا نزل هذا. هذا راه طبيب، هذا اونكولوج، يفهمونا يشرحوا لنا شنو كاين. وبغينا الاطباء ديالنا هما بيناتهم بين الاطباء يحلوا مشكل، ولكن حنايا كمرضى ما نمشيوش ضحيه. وحنايا كمرضى راه هنايا حتى شي واحد ما كيعمل فينا بليزير، راه كنجيو مخلصين. كاينين دي تريتمون اللي كيتخلصوا على قبل، كاينين دي تريتمون اللي كيتنزلوا عليهم فلوس قبل ما تدخلتينا التعالج. كنتعالج مرض السرطان من 2018 عند واحد الطبيب، يعني واحد العلاج اللي هو ما وقفتوش شي مره، دي شيميو ولي شيميو كلشي كيعرفهم، يعني واحد التريتمون اللي هو صعيب. سمحوا لي، واحد التريتمون اللي هو صعيب وخصو يعني الطبيب ديالي هو اللي يعالجني. اليوم اتصلوا بيا الناس معايا بالحكم انني انا قديمه هنايا، اتصلوا بيا كيقولوا لي بان الطبيب ديالك ما كاينش. انا عندي نهار الاربعاء الحصه، كنسرد التحاليل. دابا مثلا انا هاجي نعمل حصه، انا من شكون هذا الطبيب هذا اللي غادي يشبرني؟ منين كنعرفو؟ من كيعرف الحاله ديالي؟ واش كيعرفني انا غير بلي دوني عنده في البيسي وصافي؟ ما يمكنش انا نتبع عند واحد الطبيب ما تيقاش فيه، ما كنعرفوش. وانا مريضه بالسرطان، ماشي مريضه بالرواحه ولا الكراجم. صافي، المطالب ديالنا ان الطبيب ديالنا يرجع ونكملوا العلاج ديالنا كاي مريض في اي مكان. حنايا بعادين، يعني حنايا المشاكل الاداريه اش من ذنب عندنا حنايا؟ يعني حنايا كمريض سنين ونتينا مع الطبيب ديالك، كيفاش غادي تجي اليوم تقول لك اختار بين اربعه الاطباء؟ يعني فرضوا علينا بحال اللي فرضوا عليك، واصلا ما قالوها لناش، ما علمونا، ما بخبرنا، ما تاش حاجه. تتفاجئنا بان مواقع التواصل نازلين هذا الشيء هذا، يعني هذا الشيء هذا ما لا يعقل. حنا راه كنجيو هنا بفلوسنا، ماشي يعني تقول للدولة ولا راه الانسان حتى واحد ما كيعمل فينا فابور بحال اللي قالت السيده. يعني حنا خصنا الطبه ديالنا يرجعوا لنا، ولو كانوا يعملوا هذا الاجراء كان خصهم يعني يتفاهموا مع الطبه ويجتمعوا والطبيب ديالنا يجلس معنا ويشوف فيه غيعملنا ولا، يعني كاينه اجراءات بزاف، ماشي يلا صافي ما كاينش الطبيب ديالك اختار بين هادو. هذا راه سرطان ماشي اي مرض، يعني عادي غادي تقول غادي نبدا تريتمون اخرى معاه.
لا حول ولا قوه الا بالله. صافي العلاج نقدر نلقاوه في كل في اي مطعم، ولكن باش تثقلتينا في الطبيب ديالك وتتعامل معاه وتعطيه الدوسي ديالك وتعطيه فهمتي زعما الصحه ديالك والعمر ديالك بعد الله سبحانه وتعالى في يده، وبين عشيتو نضحى كيقول لك لا مش عند واحد اخر ما يمكنش. هي حسن العلاقه ديالنا بين الطبيب ديالنا تصحوا العلاقه ديال الاخ والاب والابن فهمتي، ما يمكنش تبدلهم. حنا الصحه ديالنا ماشي لعبه في يده، حنا ماشي نسون با دي شيفر. هذا كيبقى اسباب اداري حنا لا علم لنا بها. حنا بالنسبه للاسباب بشكل اداري ما كتخصناش، حنا كتخصنا الاطباء ديالنا اللي حنا بدينا معاهم خصنا نكملوا معاهم. بالنسبه للاداره كيقول لك حنا يمكن الدوسي ديالنا يقدروا فهمتي هما يكملوه فهمتي، الدوسي ديالنا هما غادي يكملوا او لا. قالوا لنا قول لك تبعوا الاطباء ديالكم تبعوهم، ولكن هذا حل عشوائي فهمتي. بالنسبه لنا حنا بغينا الاطباء ديالنا نكملوا معاهم، لان المرض ديال السرطان ماشي بحال اي مرض. مرض السرطان كتبنوا واحد الثقه بينك وبين الطبيب ديالك، وما يمكنش يبين عشيه تنوضوا حشبرنا الملف ديالي كامل ونجي عند الطبيب اخر ونبدا نشرح له الحاله ديالي من الاول. حنا الطبيب ديالنا كنجلسوا معاه غير كنجلسوا معاه كيفهم له كنفهمه فهمتيني، ما كنبقاوش نعمل ديك الانرجي اننا غادي نبداو نشرحوا من الاول وجديد. هذا ما كان المطالب ديالنا. اول حاجه خصهم يردوا لنا الاعتبار حنا كمرضى، ردوا الاعتبار الاطباء ديالنا اللي هما فهمتي اللي خرجوا بطريقه تعسفيه. ما كرهناش شي فهمتي، كنعطيو واحد المهله ان كل الاطباء ديالنا ما كايناش، حنا غادي نعرفوا كيفاش نتصرفوا وشنو غادي. وحنا غيبقى لنا كامل الاختيار، يا غنكملوا مع الاطباء ديالنا يا معاهم، وحق باش يجي يفرضوا علينا سياسه الامر الواقع جاتنا قاصحه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.